مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا أيضا العاشر الذي يحمل منافسات وتحديات في تلبكار المهجنات الأصايل وتحديات هذه الشعارات الكبيرة التي تتنافس وتبحث عن الفوز والانتصار ضمن التحديات الكبيرة والانطلاقات المتميزة في تلبكار المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق للجميع. مباشرة مع المركز الأول الشبابية، محمد بن راشد بن سرداح يقدم لنا انطلاقة الشبابية على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. من تتقدم على المركز الأول وعلى صدارة التحدي والإثارة؟ المركز الثاني الوصول والقدوم من قبل غندة الواصلة بشعار سالم بن سعيد بن غدير الكتبي، يقدم لنا غندة بهذا المسار المميز على ثاني المراكز بالانطلاق المتميز وبالاندفاع الكبير الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة والشعارات المتميزة على المركز الثاني. والمركز الثالث وصلت القادمة اللي هي نعم الواصلة منصورة حمد بن ضبيب بسليمان الشام سيتقدم، وأيضا الوصول والقدوم مع انطلاقة الجازي الغادمة راشد بن حمد بن عامري الاكتبي يتقدم مع اليازي الواصلة على المركز الرابع. المركز الخامس اختيار عامر بن سعيد بن سالم بن راشد العمري قادما على مستوى المركز الخامس. المركز السادس وصلت الغادمة والحاضرة بهذا المسار المميز اللي هي مزيونة هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، يقدم لنا المزيونة بهذا المسار. والمدن واصلة منصور بن سيف بن علي بن دري يقدم لنا انطلاقة هذا الاسم الكبير والاندفاع الكبير مع الأسماء الكبيرة ومع الشعارات المميزة التي تتواصل بهذا التعدي المميز في هذا الانطلاق الرائع الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة والذي يأتي مع الشعارات المتميزة الرائعة. أيضا الوصول والقدوم مع غنايم فهد بن علي أيضا المهندي واصلا بهذا المسار الكبير وواصلا بهذا التحدي المميز. وأيضا الوصول من وكادة مسلم بن علي بن دري يقدم لنا وكادة الواصلة. ولكن مشاهدينا الكرام عودتنا إلى الشبابية، من تتقدم على المركز الأول؟ من تتقدم على صدارة هذا الشوط بالمسار الأول بالتحديات الأولى وبالانطلاقات الكبيرة؟ الشباب تتقدم بشعار محمد بن راشد بن سرداح يقدمها مع الصدارة ومع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط بالأداء الكبير وبالأداء المميز. المركز الثاني غندة لسالم بن سعيد بن غدير الكتبي يقدم لنا غندة. المركز الثالث هي القادمة منصورة حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسية راعي مشرف من انتزع الفوز والانتصار بالأمس، يأتي مع انطلاقة هذا الاسم المميز الكبير على المركز الثالث بالأداء المميز. المركز الرابع اليازي حمد بن راشد بن حمد بن عامري الكتبي يتقدم بو راشد ليقدم لنا اليازي على مستوى المركز الرابع بالمستوى الكبير. المركز الخامس وصول وتقدم من الأسماء الكبيرة ومن الشعارات المميزة التي تتواصل بهذا الأداء. جوازي سالم بن محمد بن ضبيعة يقدم لنا الجوازي بهذا الانطلاق المميز. هناك الأسماء قادمة ولا لكن عودتنا إلى البداية، عودتنا إلى الشبابية. الشبابية يا أبو راشد، يا أبو راشد يا راعي الشبابية بالانطلاق المتميز وبالاندفاع الكبير الذي يأتي بهذا المسار المميز وبالانطلاق الكبير وبهذا الأداء المتميز الكبير والاندفاع الكبير والانطلاق المتميز مع انطلاقة الشبابية على مستوى المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط بهذا الأداء. لكن المركز الثاني
منصور حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي يأتي مع انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث أيضا غند سالم بن سعيد بن غدير الكتبي يقدم لنا غند بوسهيل مع شعاره الكبير ومع شعاره المتميز على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الجازي حمد بن راشد بن عامري الكتبي يقدم لنا الجازي على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس القادمة اللي هي نعم المدن منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري يقدم لنا المدن، والقادمة اللي هي نعم وصلت هبايب مطر بن عبيد بن ضبيعة يقدم لنا هبايب، ولكن وين الانتصار مع المركز الأول مع الشبابية؟ الشبابية انطلقت مع البداية، انطلقت مع المركز الأول بالأداء المميز بهذا التحدي المميز. الشبابية والجماهير مع الشبابية انطلقت بالمشار الأول لتأتي على مقدمة هذا الشوط. يا أبو راشد ركز 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 بالأداء الكبير، وبن ضبيب على المركز الثاني خطير 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 أبو الغعقاع غادبا على المركز الثاني، حمد بن ضبيب سليمان الشامسي غند على المركز الثالث، سالم سعيد بن غدي الكتبي يقدم لنا غند على مستوى المركز الثالث، ولكن الشبابية على مقدمة هذا الشوط بالمسار المميز بالأداء المميز. انطلقت بالمسار المميز لتحدد مساري هذا الشوط، لتحدد مساري هذا الشوط مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. وين الناموس؟ وين الانتصار؟ وين ما بين غندة والشبابية؟ انطلقت مع المركز الأول، روح براشد روح مع المسار المميز مع المسار المميز ومع الأداء المميز. 600 متر الأخيرة، 600 متر الأخيرة الفاصلة عن الفوز، الفاصلة عن الانتصار بالأداء المميز. الشبابية مع البداية، الشبابية مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط، منطلقة بالمسار المميز، منطلقة بالمسار المميز، محددة مساري هذا الشوط، محددة مساري هذا الشوط، منطلقة بالأداء الكبير، منطلقة بالأداء المتميز. غند على المركز الثاني، سالم سعيد بن غدي الكتبي، ولكن الشبابية على المركز الأول. ال 200 متر الأخيرة، ال 200 متر الأخيرة، ولكن الشبابية، الشبابية وغند، الشبابية، الشبابية. سلام حمدان بن راشد بن سرداح الكتبي مع المسار الأول، مع المسار الأول بالفوز والانتصار. غنت على المركز الثاني، ولكن الشبابية. سلام بو راشد، سلام حمدان بن راشد بن سرداح، تهانينا والناموس. والتوقيت روح، التوقيت روح. المركز الثاني لسالم سعيد بن غدي، المركز الثالث أيضا 22 اللي هي باي مطر بن عبيد بن ضبيعة، المركز الرابع أيضا لمنصور بن دري، تهانينا والناموس. والمركز وأيضا خامس بن ضبيب حمد بن ضبيب سليمان الشامسي. 7 دقائق 38 ثانية. سلام يا الشبابية، سلام. مشكور حمدان بن راشد بن سرداح الكتبي، مشكور يا أبو راشد، مشكور على تقديمي هذه البطلة بالمركز الأول بشوط الرئيس الأول للمهجنات. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.